بداية تحياتي لحضرتك. هذه الزيارة تأتي في إطار المحاولات الأمريكية للاستفزاز الصين خلال الفترة الماضية. كانت هناك إعلان في وقت سابق عن زيارة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة. ربما هذا الإعلان لاقى غضب شديد من الصين، وأعلنت أنه سيكون هناك رد قاسي. ما دفع الولايات المتحدة إلى إعلان تأجيل هذه الزيارة التي كان من المقرر لها في العاشر من الشهر الحالي لوقت لم يحدد، وذلك بسبب إصابة بيلوسي بكوفيد 19؟ وأعتقد أن هذه الإصابة هي إصابة سياسية وليست إصابة حقيقية، ولكن هذه الزيارات تأتي في إطار استفزاز الصين، محاولة استفزاز الصين وإرسال إشارات إلى الداخل التايواني، خاصة الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، إرسال إشارات إلى أنه من الممكن أن يكون أو يتخذ موقف متصلب تجاه العودة إلى الوطن الأم أو إعادة التوحد مع الصين، وأنه بالإمكان أن يكون هناك انفصال أو استقلال، وهو ما ترفضه الصين وأكدت عليه خلال هذه الفترة، من أنه في حالة ما استمرت هذه الإجراءات واستمرت أو كان هناك رغبة حقيقية أو إعلان من ناحية الانفصاليين في داخل تايوان باستقلال أو بانفصال تايوان، سيكون هناك رد عسكري على ذلك. وتأتي هذه المناورات التي تم الإعلان عنها للتأكيد على ذلك، وهذه المناورات هي عبارة عن بروفا أو مناورة لمحاصرة تايوان بحرا وجوا. وربما يكون أيضا كانت هناك إشارات من جانب بعض المحللين إلى أنه في حالة قيام نانسي بولوسي بهذه الزيارة ربما تمنعها أو يكون هناك منع لها من قبل القوات الجوية الصينية من دخول الأجواء التايوانية، وربما يكون ذلك بمثابة تصعيد كبير. على الناحية الأخرى، هناك رغبة من الولايات المتحدة للتأكيد أو لإرسال إشارة إلى العالم من أن أو رابط ما بين قضية أوكرانيا وما بين قضية تايوان، وإرسال إشارة إلى أن هناك محاولة أو تهديد لتايوان من قبل الصين على غرار ما يحدث في أوكرانيا، وهو ما ترفضه الصين على اعتبار أن تايوان هي جزء منها، هي مقاطعة مارقة من وجهة النظر الصينية وليست بلد كما ذكر الوفد الأمريكي خلال هذه الزيارة. طيب، يعني وكما ذكرت الآن، يعني في رد على هذه الزيارة، الجيش الصيني أرسل هذه الفرقاطات والقاذفات والطائرات إلى بحر الصين والمنطقة المحيطة بتايوان. أي رسائل تستقبلها الولايات المتحدة الأمريكية من الصين على ضوء هذه المناورات؟ نعم، الرسالة الأساسية هي أن الصين جادة في منع أي إعلان لاستقلال أو لانفصال تايوان عن الوطن الأم. الصين ربما هي تدرك أن هناك محاولة أمريكية لتوريط الصين في نزاع أو في حرب هي لا يعني غير مستعدة لها في هذا الوقت، وغير راغبة في خوضها في هذا التوقيت بالذات. ولكن ربما هناك إشارة من الولايات المتحدة وإشارات متبينة، خاصة في ظل عدد من المعطيات. هذه المعطيات تمثلت في صفقات تكثيف الصفقات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، تواجد عسكري أمريكي وإن كان هذا التواجد محدود، ولكن هناك تواجد عسكري أمريكي في داخل الجزيرة. على الصعيد الآخر، هناك تصاعد في وتيرة الزيارات وفي المستوى الذي يقوم به الزائرين، سواء بداية من نائب وزير الخارجية مرورا بأعضاء في الكونغرس، حتى مؤخرا الإعلان عن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي. فبالتالي كل هذه إشارات من جانب الولايات المتحدة إلى الداخل التايواني يطالبه أو يحسه إلى إمكانية الإعلان عن انفصال، وهو ما يشعل فتير حرب ما بين الصين وتايوان. الصين غير راغبة في هذه الحرب، هي تريد إعادة التوحيد بالطرق السلمية، ولكن هناك قانون تم إقراره في عام 94، هذا القانون بشأن مناهضة الانفصال ويمنح السلطات العسكرية في الصين إلى خوض حرب
في حالة ما إذا تم إعلان استقلال تايوان بشكل أحادي أو رفضها لإعادة التوحد بالطرق الدبلوماسية.